أكيد طبعا. يعني عايزة بقى من حضرتك مواقف لا تنسى، يعني أنت ما تقدرش تنساها يعني انا حصلت يعني مع حضرتك مع حد هتكلم من عن الناس. مهمتي. انا طبعا كنت مساعد قائد سرية في الكتيبة 18 مشاة، وجدير بالذكر ما دام قلت الكتيبة 18 مشاة، كانت بجوارنا الكتيبة 16 مشاة، وكان قائدها هو المقدم أركان حرب محمد حسين طنطاوي، هذا الفارس المغوار صاحب المعركة الصينية اللي هي أذهلت العالم، اللي أعادت حسابات القوات الإسرائيلية مرة تانية. وكان اللي هو 14 مدرع بقيادة شارون هو اللي كان قام بهذه المعركة ضد الكتيبة 16، ولكن طبعا ما قدرش يخترق الكتيبة 16 عن طريق المعركة الصينية. الشيء بالشيء يذكر، فأنا حبيت أذكر النقطة دي طبعا تخص المشير محمد الله حسين يرحمه. طنطاوي. فأنا تاني يوم الحرب كلفت بمهمة إن أنا أرجع أجيب 5 عربيات ذخيرة للكتيبة. هو طبعا للعلم إن دائما في اليومين الأولانيين للحرب بيتم فقد حوالي 80% من الذخيرة، فلابد من استعادة الذخيرة للوحدة تاني. 5 عربيات ذخيرة نقل، من أول المسدس بندقية، رشاش خفيف، رشاش تقيل، رشاش ميمطه أو مضاد للطيارات، الأر بي جي، المدفعية الخفيفة المضادة للدبابات، كل دي 5 عربيات ذخيرة. فبالفعل رجعت الغرب وجهزت ال5 عربيات بالليل، وتاني يوم الصبح كان الكباري طبعا منصوبة. وبرضه جدير بالذكر طبعا رئيس المهندسين العسكريين كان اللواء أحمد حمدي، اللي طبعا اتسمى النفق باسمه، وهو كان رئيس المهندسين بتاع القوات المسلحة في هذا الله الوقت. يرحمه. وعديت على الكوبري ب5 عربيات، وكان معايا عربية جيب فيها ضابط الشؤون الإدارية والسواق. هذه العربية، لأن مهم جدا إن أنا أذكر النقطة دي، كان فيها 6 دانات لمدفع اسمه B11 مضاد للدبابات. عدينا الكوبري اللي اتعمل من منطقة الدفرسوار، طبعا الكلام ده كله كان قبل الثغرة. بعد ما عدينا النقطة القوية بتاعت الدفرسوار ضربت علينا. أنا مهمتي كقائد لهذا القول إن أنا على الأقل أوصل 4 عربيات ذخيرة، يعني مسموح طبعا لأن إحنا في حرب فممكن يبقى في خسائر يعني، فلازم أوصل 80% من الذخيرة على الأقل. فلما ضربت علينا النقطة القوية، النقطة القوية دي طبعا علشان أتكلم عنها شيء يفوق خيال أي حد، النقطة القوية نقطة ما حدش قدر عليها، ومفيش نقطة قوية قدرت مدفعية أو طيران إنها تدمرها. النقطة القوية تم الاستيلاء عليها واستسلام الإسرائيليين اللي موجودين، لكن مفيش أي قوة ولا أي طيران ولا أي نوع من القنابل يقدر إن هو يهد ويهد النقطة النقطة. القوية، مستحيل. فالنقطة القوية ضربت علينا بكافة الأسلحة اللي موجودة. فطبعا قدرنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني نتواجد في مكان خارج نيران هذه النقطة، بس طبعا احنا ما زلنا بعيد عن الوحدة. وعايزين نوصل. طبعا عاوز اوصل العربيات. فأي موقف بيحصل في الحرب لازم القائد يعمل تقدير موقف يشوف للمجموعة اللي نسبة معاه ال وتقدير موقف للعدو، وبعدين يبدأ ياخد القرار. فأنا فكرت، وبعدين احنا مش بنفكر زي ما احنا قاعدين، لا ده احنا لازم، ده احنا بنفكر في ثواني، لأن الثواني بتفرق بتفرق كتير جدا طبعا. في الحروب. فأنا الحقيقة عملت تقدير موقف. طب أنا لو خليت عربية تطلع أو يعملوا تشكيل ويطلعوا، أنا ما أضمنش. على الأقل هفقد عربيتين،
لو فقدت عربيتين ذخيره يبقى انا فشلت في مهمتي. كده طبعا الكلام ده مش هينفع، وممكن افقد ثلاثه وممكن افقد اربعه بهذا الشكل، لان انا ما معيش وسيله تحميني من نيران النقطه القويه. امال هتعمل ايه؟ فبدات افكر ايه الحل؟ طب ما انا لازم اوصل الذخيره اللي هتفضل كتيبتي بدون من غير ذخيره. هتفضل يعني مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم، يعني لو جت بس عربيه مدرعه هتقضي على الكتيبه اللي قوامها يقترب من الالف ضابط وصف وجندي. يا خبر. طب ايه الحل؟ لم اجد غير حل واحد ملوش تاني. ان انا اضحي بنفسي. ازاي؟ طب اضحي بنفسي ازاي؟ اضحي بنفسي يعني اموت يعني. المقصود ان انا اضحي بنفسي كده يعني. طب ليه؟ فعملت تقدير موقف وخدت القرار. القرار ان انا هاخد العربية الجيب دي وهلتف وهبقى في مواجهة النقطة القوية، بحيث النقطة القوية هتضرب العربية، هتنفجر العربية، فالعربية تعدي. هتنفجر العربية، هتطلع سحابة من الدخان كبيرة جدا جدا، هتقدر طبعا هتبقى سحابة امام النقطة القوية، هتقدر العربيات دي انها تروح الوحدة. وجبت الناس بتوع الخمس سواقين وفهمتهم الكلام ده. فجي اللي هو الاكبر واحد فيهم يعني قال لي انت كده هتموت. فقلت له مش احسن الكتيبة مطروح كلها؟ فالحقيقة يعني دموع نزلت طبعا وحضني، لانه مش هيشوفني تاني، اصل دي خلاص الموضوع منتهي تماما يعني. وانا ارتضيت بهذا القرار. انا ارتضيت بيه. اهي دي يعني اي انسان حضرتك تساليه مدني لا شك ان هو بيحب مصر طبعا. لا شك حضرتك بتحب مصر، كل انسان بيحب مصر، بس في هنا حب مصر للمؤسسه العسكريه والمدنيه بيبقى فيه شعره فرق. ان انا ببقى عارف ان انا لو خدت الموقف ده القرار ده عارف ان انا هموت ومع ذلك بروح له. هو ده الفرق البسيط. فيعني جه الضابط اللي معايا قال لي انت كده هتموت، هيدمروا العربيه وانت فيها. فقلت له مش احسن الكتيبه كلها ما تموت؟ قال لي مش هسيبك، هاجي معاك. قلت له لا، محدش يتحمل، محدش يشيل عني حاجه. انا هسوق العربيه. المهم بعد محاولات هو والسواق جم معايا. السواق اللي كان سأل حضرتك. والسواق كمان يا لازم اقوله، السواق اسمه علي شحاته، والضابط هو ضابط الشؤون الاداريه محمد الملازم اول محمد نادر عبد الستار. وانا النقيب حلمي زكي عبد العزيز. احنا الثلاثه ركبنا العربيه بعد ما اتفقنا مع السواقين ان هم لازم يتحركوا بمجرد ما تطلع السحابه. هيشوفوا السحابه، لان طبعا ست دانات مدفعيه لما هينفجروا هيعملوا سحابه جباره. فهيقدروا ان هم يروحوا الكتيبه. وبالفعل خدنا العربيه وعملنا التفاف، بقينا في بعد ما كنا جنب النقطه القويه بقينا في مواجهه النقطه القويه. وقلت للسواق سوق على اقصى سرعه، لان كان في مسافه حوالي كيلو بيننا وبين النقطة القوية. فقلت له سوق العربية على أقصى سرعة عشان عاوز أبقى قريب جدا من النقطة، عشان لما العربية تنفجر تبقى السحابة بالفعل قدامها بالظبط. تبقى قدام النقطة بالظبط. وبالفعل عمل اللي أنا قلت له عليه وساق بأقصى سرعة. بدأوا يضربوا علينا بحاجة اسمها النص بوصة. النص الرشاش النص بوصة ده شيء فظيع، صوته او تفريغ الهواء لما الطلقه بتيجي يمين او شمال الواحد بيحس بتفريغ الهواء، لانها طبعا طلقه كبيره مقاسها 12.7 كان شيء. وبعدين طلقه بقى ايه؟ طلقه خارق حارق، يعني يخترق اي جسم ولو معدني ويحرقه. يا نهار ابيض. اذا جت بقى في البشر يعمل ايه؟ فقعدوا يضربوا علينا بالنص بوصة والهون يعني كان شيء فظيع طبعا، لغاية لما السواق توقف على بعد حوالي 300 متر. نزلنا جري نزلنا جري ووقفنا ورقدنا ورا العربية. بعد ما فقدنا الأمل في الحياة 100%
بقى لينا امل في الحياه 5%. ازاي؟ و5% ده رقم كبير جدا على فكره في الحرب. يعني مش قريبين من العربيه؟ احنا اول ما تنفجر ما انتوا قريبين جدا برضه. ما احنا قريبين بس برضه مش جوه العربيه. اه يعني مش جوه العربيه. فاحنا 5%، حلو قوي 5% علينا يعني. بدأوا يضربوا علينا على عربية عشان يفجروها. فأنا قلت لهم عاوزين نبعد عن العربية. هنبعد بحيث ما يشوفوناش، النقطة القوية ما تشوفناش، لأن النقطة القوية عبارة عن فيها فتحات ضيقة. ومعهم تلسكوبات وبيشايفيننا كويس جدا جدا جدا. فبعدنا عن العربية حوالي 15 متر. زاد أملنا في الحياة إلى 10%، لأننا بعدنا عن العربية. 10% على فكرة ده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا 10%. ده يعني